عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجنا صحون وفنون هيقدم لنا كل يوم أكلة جديدة من خلال شيف متخصص. أنا بطلب من حضراتكم أنكم تراقبوا الشيف كويس وتعرفوا المقادير اللي بيقولها، عشان ممكن لما تعرفوها بعد كده أو تحفظوها تحصلوا على جايزة من البرنامج. في كل يوم هيكون معانا فنان أو فنانة كضيف، مغني أو مغنية، مطرب أو مطربة، رياضي أو صحفي أو أديب. وكل يوم هنكتشف مع الضيف ده إن الصحون فنون. سيداتي أنساتي سادتي، أنا فعلا مش عارف أقول لكم إيه، مش عارف إزاي أقدم الضيف اللي موجود معانا النهاردة، لأن مفيش كلام ينفع يتقدم بيه. يعني كلمة نجم قليلة قوي، كلمة ممثلة قديرة قليلة قوي. الضيفة بتاعت النهاردة تاريخها لو قلته لكم مش هتتخيلوا، زي ما انتم شايفين أنا مش قادر أعبر. ضيفتنا النهاردة كانت نجمة في المسرح القومي، عملت إلهام في سكة السلامة، في التلفزيون عملت نعيمة الطائر في أحلام الفتى الطائر، رجاء في كلام رجالة، إحسان في الشهد والدموع، مثلت مع يوسف شاهين أفلام في السينما زي العصفور وحدوتة مصرية وعودة الابن الضال واسكندرية كمان وكمان، مثلت في أفواه وأرانب، مثلت في أريد حلا. مفيش دور من الأدوار دي غير لما خدت عليه جايزة. مفيش حاجة أقدم بيها الفنانة العظيمة والقديرة رجاء حسين. منورة منورة. صباح الفل. صباح الأنوار. أنا حتى لو كنا بالليل هقول لك صباح الفل. أنا بحب صباح الفل. صباحك فل إن شاء الله ومساكي فل. الله يخليك. أنا مبسوط إن أنا قاعد معاكي. ربنا يخليك، ده شرف ليا. والله صدقيني أنا ليا شرف كبير إن أنا قابلت حضرتك وقاعد بتكلم معاكي. لا ربنا يخليك ليا. وأعتقد إن مش ممكن حد من السادة المشاهدين اللي كانوا بيتفرجوا علينا ما يكونش بيحبك حب فظيع من جوه قلبه. لا أنا متأكدة من دي، مش غرور. لا والله أبدا. أنا عارف، لأن أنا بسيطة والناس بتحبني قوي. أنت بسيطة وجميلة يعني. ربنا يخليك. يعني بصحيح والله. ربنا يخليك. نخش في البرنامج بتاعنا. على فكرة الكلام ده من قلبي، مش لا أنا عارف. أنا عارف يا أستاذ عايز. أنا عارف. خليكي. أيوة حبيبي. شوفي بقى، إحنا بنقعد في البرنامج ده ندردش شوية. حلو. حب الدردشة كده على ماشي. البرنامج اسمه صحون وفنون. جميل. مش كده؟ بنسيب بقى الفنون بعد كده ونخش في الصحون، نتكلم في الأكل. في أكل كده. يا سلام. اللي انت هتأمري بيه. اوكي. مية مية. خلاص انا موافقة مدام في اكل. اتفضل حضرتك قول. هتهد حيل الاول في الكلام. ايوة. وبعدين هتأكل. يعني معادلة كويسة. لو جال حضرتك ثلاث عروض في وقت واحد، فيلم ومسرحية ومسلسل، الاجر فيهم خدي بالك كان متساوي، والوقت اللي هيستغرق العمل فيه، يعني افرضي ان مسرحية لمدة شهر او فيلم هيتعمل في شهر او مسلسل هيتعمل في شهر ونفس الاجر. تختاري ايه قبل ايه؟ او بمعنى اصح بتفضلي ايه على ايه في التلاتة؟ شوف انا هقول لحضرتك، انا شخصيا عشق الاول والاخير المسرح، لاني تربيت مسرح ومسرح قومي وتربيت في وسط فطاحي طبعا، واقدر اطلق عليهم زعماء الفن، يعني ما اقدرش اقول غير كده. لكن ده يتوقف على الشخصيه الورق. شوف يا استاذ عايزت، مش هنضحك على بعض. النهاردة الأدوار هي كل ما تقول مسلسل حلو أو فيلم حلو أو مش عارفة إيه حلو، ورق 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 ورق. أفضل أقول ورق من هنا للسنة الجاية. حضرتك عارفة أن اسم البرنامج بتاعنا صحون وفنون. أيوة. إحنا اتكلمنا في الفنون أهو. أيوة. تيجي نخش بقى على الصحون. كويس. هغسلهم ولا لا؟ لا بحسن. لا لا. طب قول حضرتك.
لا حضرتك هتطلبي اي اكله انت عايزاها والاكله دي هتتعمل لحضرتك وهتدوقيها وتقرري اذا كانت زي ما حضرتك كنت متخيلها في مخك ولا لا. شو بقى انا عندي اكله حلوه جدا. لا ولا اقول لك تعالى خليها مفاجاه، تعالى نقولها له. يلا اتفضلي حضرتك. محمد العظيم، كل سنه وحضرتك طيب. شرف عظيم من سعادتك. بيقولوا عليك انك شيف شاطر قوي حقيقي والله حضرتك، ولا بيضحك عليا؟ استنى حكم حضرتك. لا وبعدين بقى ايه استني حكم حضرتك استصعبي له يعني يعني مت 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 لا ده انا جايه له مذكره. اسمع بقى، انا سمعت على اكله ظريفه جدا بيقولوا عليها اسمها يخني فجع. دي للمغرب للسعوديه اكلتها فيها حضرتك؟ ولا اكلتها هنا ولا اكلتها هنا. انا سمعت عليها بس بيقولوا لذيذه جدا جدا جدا. لا ده احنا هنعملها لك مخصوص دي، اول مره تطلب مني حضرتك. بص بقى الفجع ده انا كنت سالت عليه. يعني ايه فجع؟ لان الفجع ده نبات بيطلع في الصحراء حضرتك. يعني تحت الارض. بيطلع تحت الارض، البدو او الناس اللي عايشين في الصحراء بيجيبوه من تحت الارض وينظفوه زي بيبقى شكل البطاطس او الاسوء صغير كده، وهو صغير بس بيقولوا على فكره مغذي جدا. هو زي ما بتقولي فيه بروتين عالي او دهون عاليه. بيقولوا كده. اوعى انا عارف ان حضرتك بتحبي التونه، فانا هعمل لك سلطه تونه. تعمل لي سلطه جنبها التونة. جنبها جنب الاكله دي. يعني قبل ما حضرتك هي قال الدكتور قال لي انت بتحبي التونه قوي فلازم تعمل لها سلطه. بس بقول لك ايه، خلي بالك من اليخن. لو طلعتوا اليخن بتاع عادل امام لا مش هدوقه. بيض بقشره بدنج، اصل انا شايفه مكونات اليخن بتاع عادل فارجوك. لا 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 يعني هاكل على فكره. جعانه وبسرعه، جعانه قوي. لان انتوا على طول حضرتك على طول على طول حضرتك 10 دقايق حلو يعني، خليها 20 دقيقه عشان اللحمه تكون استوت والحاجه كلها. طيب على طول. انا في انتظارك. ميرسي يا شيف. هقدم لكم اليوم طبقين، الطبق الاول عباره عن سلطه التونه، والطبق الثاني عباره عن يخني فجع او يخني كما. نستعرض مع بعض المقادير. بالنسبه للطبق الاول اللي هو سلطه التونه، علبتين تونه مفتوحه ومصفاه من الزيت، بصله مفرومه، نص حزمه بقدونس، حبه طماطم مفرومه ناعم، قلب خس مقطع ناعم او جوليان، عصير ليمونتين، ملح زائد بهار من الطاحون، زيت زيتون. المقادير بالنسبه يخني الفجع، 1 كيلو فجع نظيف ومغسول، 2 حبه جزر، 2 حبه كوسه، 2 حبه باذنجان، نص كيلو لحم غنم، هيل، قرفه خشب، ليمون ناشف، 2 معلقه زبده، 1 حبه بصل ناشف، 1 علبه صلصه طماطم جاهزه، ملح زائد بهار من الطاحون. هنعيد المقادير مره ثانيه. بالنسبه للطبق الاول اللي هو سلطه التونه، عباره عن 2 علبه تونه مصفاه من الزيت، بصله مفرومه، نص حزمه بقدونس مفروم، حبه طماطم مفرومه ناعم، قلب خس مقطع ناعم او جوليان، عصير ليمونتين، ملح زائد بهار من الطاحون، زيت زيتون. يخني الفجع، 1 كيلو فجع نظيف ومغسول، 2 حبه جزر، 2 حبه كوسه، 2 حبه باذنجان، نص كيلو لحم غنم، هيل، قرفه خشب، ليمون ناشف، 2 معلقه زبده، 1 حبه بصل ناشف، 1 علبه صلصه طماطم جاهزه، ملح زائد بهار. هنبدأ نجهز يخني الفجع. زي ما حضراتكم شايفين أنا هنا مجهز اليخني بتاع الفجع اللي هي الراس بتاعته، لأني بتاخد وقت حوالي نص ساعة على النار. فأنا جهزت البصلة قطعتها مفروم وخدتها سوتيه، وبعد كده حطيت عليها اللحمة، وبعد ما حطيت عليها اللحمه اديتها البهار بتاعي وملح قليل، واديتها الصلصه وسبتها على النار عشان تستوي، واخده لها تقريبا من 25 دقيقه لنص ساعه عشان اوريها لكم وهي جاهزه. بعد كده هبدا اضيف ايه؟ عندي الهيل، 3 4 أو 5 حبات ليمون ناشف ومغسول، احط ليمونتين، قرفة خشب دي بتدي ريحة كويسة، هحط حتتين أو ثلاثة حسب رغبتي. بعد كده هبدأ أضيف الجزر، مقطعه ومنضفه، مقطعه حتت طويلة، والكوسة كذلك، والبدنجان. الحاجات دي بنضيفها في المرحلة اللي هي الأخيرة. بعد كده اضيف الفجع بتاعي
زي ما انتوا شايفين نظيف ومغسول، ومعنى نظيف لازم يتقشر كويس ويتغسل 3 أو 4 مرات لان ده بيبقى فيه رمل، فلازم الفجع يتغسل ويتكرر ميته اكتر من مرة عشان لما نيجي ناكله ما نحسش ان فيه رمل بيقرقش. حطيت كل المكونات بتاع الاكلة بتاعتي كده، هبدأ اهدي عليها النار واسيبها تكمل سوا. طبعا احنا عارفين ان كله مستوي ما عدا الفجع والخضار، ده ما بياخدش وقت كتير، في وقت بسيط هيكون خلص. على ما نجهز الأكلة التانية اللي هي سلطة التونة، نبدأ نجهز سلطة التونة. هنزل التونة زي ما انتم شايفين مفيش فيها زيت مفيش حاجة، حطيت التونة، أبدأ أضيف ليها المفاريم. ادي البصل، ضفنا البصل، نبدأ نضيف الطماطم، ضفت الطماطم، بعد كده نضيف البقدونس، ضفنا البقدونس، بعد كده نجيب قلب الخس اللي عندنا، هاخد جزء منه اقطعه جوليان رفيع شعر. قطعنا الخس بتاعنا، هبدا اضيف الخس، ضفنا الخس، نبدا نضيف الملح، حطينا الملح، نبدا نحط العصير الليمون عندنا او الحامض، حطينا عصير الليمون، نبدأ نحط زيت الزيتون، طبعا بحط الكمية اللي تناسبنا، طبعا اللي يحب يحط خل يحط، اللي ما يحبش الخل دي برضو سايبها حسب رغبة اللي هياكل. حطينا المكونات كلها على بعضيها، هبدأ أقلب تقليب جيد عشان التونة تتخلط مع المكونات بتاعتها. قلبتها تقليب كويس، بعد كده اجيب البولة اللي انا هقدم فيها واقطع باقي الخس اللي عندي، قطعت الخس احطه في البولة من تحت وابدأ اضيف عليه سلطة التونة. ضفنا سلطة التونة، طبعا طالما تونة على طول اجيب ليمون عشان اجرنش بيه، نقطعها نصين وبعدين نقطعها شرايح او ترنشات زي ما انتم شايفين. قطعنا عصير الليمون او الليمون نفسه السليم، نعدلها بحيث ان هي تكون التونة بتاعتنا في النص عشان تدي الشكل الجمالي. بعد كده ممكن اضيف حاجة تانية، هي الفجل الاحمر، دي طبعا للتجميل مهياش أساسية في السلطة، دي حاجة عشان تدي شكل جمالي، تدينا شكل وردة كده من فوق كده. سلطة التونة بتاعتنا جاهزة، نشوف الأكل بتاعنا. كده كله استوى، الخضار بتاعنا استوى والفجع استوى واللحمة استوت، هدي النار عليه
نجيب البولة اللي هنقدم فيها. نطفي عليه النار. نبدأ عملية تقديم الحاجة اللي هنقدم فيها الأكل. وبكده الفاكهة بتاعنا يكون جاهز. طبعا طالما فجأة او يخني لازم يكون جنبيه رز ابيض، وانا مجهز لكم الرز الابيض من قبل كده. ان شاء الله في حلقة من الحلقات القادمة اوريكم طريقة تحضير الرز. وبكده يعتبر يخني الفجأة جاهز، وسلطة التونة جاهزة، ومعاهم رز ابيض عاملينه من قبل كده. وتفضلوا بالهنا والشفا. انت مش سالت الاسئله بتاعتك؟ ايوه. فين الاكل ولا اعمل زي اسماعيل ياسين على الهواء؟ ولا اهو تعالى لي لالي يا حبيبي، تعالى لي تعالى. انت فين؟ معرفش حضرتك جعان قوي كده. احنا جعان ميتين من الجوع. الله، الطبق شكله حلو قوي. تالي اول فنانه في مصر تطلب الاكله دي حضرتك. بس ده جميل. ده الفجع. اوعى تفجعني يعني، عايزك الطبق كله يا حضرتك. طيب. والله ده شيء عظيم جدا جدا. تعالي نجرب. الف شكر. تيجي نجرب وناكل؟ انت خايف ولا ايه؟ لا بجد ما اعرفش الفجأة ده ايه ولا انا، لكن اهو ايه التجربه وحشه؟ مش وحشه حبيبي، كله من عليها فان. هقول لحضرتك على حاجه، بس طعمه لذيذ جدا والله العظيم. جميل قوي والله، برافو عليه. انا مش فاهم يعني ده نبات غريب، مش كده؟ هو نسأل احنا حلتكهن ناكل الاول بقى. استني احنا نسينا حاجه مهمه. ايه المقادير اللي هنقولها للناس والمسابقه بتاعه الجمهور؟ معاك عظيم. طبعا السادة الجمهور عارفين ان حضرتك هتقول لهم المقادير كلها ما عدا مقدار منهم ناقص، لو هم عرفوه يحصلوا على جائزه من البرنامج. ماشي. فانت لازم تنقصي عشان حد بقى. بس طيري واحده منهم. اطير واحده منهم؟ طيب احنا هنقول عندنا المقادير بتاعه الاكله. نص كيلو فقع او فجع زي انا ما قلتها. فجع. اتنين حبه جزر، اتنين حبه كوسه، اتنين حبه بدنجان، نص كيلو لحم غنم هيل اللي هو الحبهان يعني، قرفة خشب، ليمون ناشف، اتنين معلقه زبده، حبة بصلة ناشفة، ملح وبهارات. وطبعا في حاجة أنا شلتها. حضرتك شلتيها؟ شلتها. طبعا قبل ما نكمل الأكل عايز أقول لحضرتك قدام الجمهور إن أنا بجد كان ليا الشرف، وبجد كنت سعيد، وبجد مبسوط جدا إن أنا قعدت مع حضرتك الفترة دي بصحيح. والله يعني إذا كنت حضرتك يعني بتقول لي الكلام ده أنا أسعد منك بكتير. يا خبر أبيض. ولا أنا سعيدة جدا بالأكلة الحلوة اللذيذة اللي عملها لنا الشيف، ولذيذة جدا وأنا جعانة قوي وهاكلها إن شاء الله. وبعدين بقول للسادة المشاهدين كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب تعملوا الأكلة بتاعتي وتعجبكم. كل سنة وأنتم طيبين. حضرتك بألف ألف صحة وسلامة. سيداتي أنساتي سادتي، بكده يبقى وصلنا لنهاية حلقة أخرى من حلقات البرنامج بتاعكم صحون وفنون.